قصة صارت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، كانوا في طريق سفر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبل اسمه جمدان، والصحابة يشوفون طبعا يعني أيام قبل كانت الجبال لها مسميات يعرفونها العرب، يعني هذا جبل كذا هذا كذا، ولليوم يعني في طريق السفر بالسعودية ساعات احنا نعرف ان هذا اسم الجبل كذي معروف، يعني هذا الجبل اسمه جمدان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم شاف جمدان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكر. في شيء غريب، ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق يعني بالجبل، شاف الجبل كان يقول سبق المفردون؟ يعني ليش مو بطريق السفر العادي وإحنا نمشي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ليش نطر الجبل وشاف الجبل وذكر الجبل بأنه سبق المفردون؟ يقولون العلماء في شرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يرمز إلى أن الذكر هو جبل القلب الذي يثبت الإنسان على طاعة الله عز وجل، هو الوتد. كما أن الجبال هي أوتاد الدنيا، فإن الذكر هو وتد الآخرة. ترى يا جماعة، ما في إنسان ذاكر لله عز وجل كثيرا، يعني هؤلاء اللي الله عز وجل قال فيهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ترى ما تحصل هذا الإنسان بعيد عن الله عز وجل. حياته معلقة بالله عز وجل، قط ملابسه قال بسم الله، لبس ملابسه قال دعاء لبس الثوب، دش عزك الله الحمام قال دعاء دخول الخلاء، طلع من الحمام كله ما شاء الله تبارك الرحمن، حياته بذكر الله عز وجل. وين يبتعد عن الله عز وجل؟ بالله عليك، هذا مو وتد على قلبه؟ والله مثبت، لأنه ما شاء الله تبارك الله عايش الريان.